النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم العناوين. زعيم حزب الجماهير الوطنية يهنئ البرزاني انتخابه رئيسا للوزراء، ويدعو لتعاون أشمل لحماية استقرار العراق وأخوة شعبه. محافظو صلاح الدين يرأس اجتماعا أمنيا مهما، ويؤكد الاتفاق مع المهندس على عودة النازحين وتسلم الشرطة الملف الأمني. محافظ صلاح الدين يشيد بتضحية القوات الأمنية والحشد، ويثمن تعاون القيادة الأمنية لحماية السلم المجتمعي وطي صفحة الإرهاب. وحزب الدعوة يجدد ثقته بالملك أمينا عاما، والعامري يعد طائفية من الماضي ويرفض البقاء بدائرة المحاصصة السياسية. ختاما لكم من أطيب تحية، ودمتم بخير.